مجمع صناعي في ميناء أم قصر الجنوبي يحتوي على مصانع غذائية للبقوليات والزيوت والأعلاف شرعت شركة الموانئ العراقية بتشييده، توجه جديد يغير النظرة السائدة باقتصار عمل الموانئ على الاستيراد والتصدير. فإلى جانب الأنشطة التجارية هنا تدخل الصناعة في دائرة عملها من خلال هذا المشروع، فضلا عن إنشاء صوامع وأبنية إدارية وخدمية ومخازن. يعد هذا المشروع من أهم المشاريع البنى التحتية والاقتصادية في الموانئ العراقية. يقع المشروع على مساحة 150 ألف متر مربع، وهو مشروع خاص بإنتاج الزيوت والمواد الغذائية. يتكون المشروع من عدة فعاليات كبيرة ضخمة ومعامل ومخازن. ميناء أم قصر المشيد في ستينيات القرن الماضي تنفذ فيه حزمة مشاريع لزيادة طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 10 ملايين طن سنويا، فضلا عن تغيير واقع العمل فيه ما يزيد من قدرة الموانئ على مناولة الحاويات وشحنها وتفريغها والمساهمة برفد موازنة البلاد بالعملة الصعبة. ميناء أم قصر الجنوبي هو منشأ منذ ستينات القرن الماضي، فصار توجه الإدارة العليا أنه نغير في واقع هذا الميناء حتى نرفع من طاقة الإنتاجية. يقول إحنا بحدود الطاقة التصمية مع الاستحداثات وبحدود 10 مليون طن سنويا، هذا المشروع راح يضيف الطاقة الإنتاجية، تغيرت طبيعة العمل، إضافة نشاط جديد لواقع ميناء أم قصر الجنوبي. من فوائد المجمع الصناعي الاقتصادي أنه يسهل عملية نقل المواد الخام من ظهر السفن إلى المعامل مباشرة عبر منظومة متكاملة، وهذا ما لم يكن متوفرا سابقا. يلبي تنوع عمل الموانئ احتياجات العراق المتزايدة في القطاعات التجارية والصناعية والنفطية، ما يمثل عامل جذب لخطوط التجارة ويرفع مكانتها في الاقتصاد العالمي. سعد قصي، يو تي في، مدينة البصرة.